متابعة هذا الموضوع بالتحليل والتعليق. أرحب بضيفي عبر سكايب الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح. أهلا بك دكتور سعد معنا. بداية، كيف تنظر لما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال؟ الصحيفة، ما كشفته الصحيفة ربما يبدو مثيرا وفضيحة لمحمد بن سلمان وطريقته في جلب الأموال، لكنه أخطأ التقرير من جهتين. الجهة الأولى، سلمان، ملك سلمان لم يكن فقيرا، بل لم يقل نهبه عن الأموال حينما كان أميرا للرياض عن أخوانه، وكان نموذج تسعير أو تثمين ما يسمى بالحي الدبلوماسي في الرياض، حي ضخم جدا كله دفع التثمين كله له، ويبلغ يعني ما لا يقل عن 10-15 مليار ريال. والنموذج الثاني أنه تأثيث مؤسسات الدولة ومكاتب الدولة ووزارات الدولة على مدى 3 عقود تقريبا، كلها لشركة الجريسي التي شريكها الملك سلمان. يعني أجبرت الدولة أن تأخذ الأثاث من هذه الشركة، كل مؤسسات الدولة، كل مباني الدولة تأخذ أثاثها من هذه الشركة. فهذا نموذجان فقط من نماذج دخل الملك سلمان، وقد قدر يعني دخل نعم، ولكن نصر. يمكن دكتور سعد الفقيه، يعني ما جاءت عليه الصحيفة ليست يعني ليس الفقر بمعنى الفقر، يعني مفهوم الفقر لدى العائلة المالكة السعودية أنت تفهم. ليس لديه إلا بضعة مئات من الملايين، هذا صحيح. يعني فقيرا مقارنة بإخوانه الذين يملكون المليارات، مثل أو بني إخوانه مثل سلطان ونايف وغيره. لكن الحقيقة لا، حتى هذه ليست صحيحة. لم يكن حتى بالمعنى النسبي فقيرا، بل كان مليارديرا عشرات المليارات تحت تصرفه. وقد قدرنا دخله بحوالي 25 مليار دولار وليس ريال في قبل ان يستلم الملك. هذا الخطا الاول الذي وقعت فيه الصحيفه، فلم يكن حتى بالفقر النسبي مقارنه باخوانه، لم يكن فقيرا بل كان غنيا، لكنه لم يكن مشهورا بالصفقات العسكريه وغيرها التي تفضح الفقراء من العائله الحاكمه. إذن يعني نحن لسنا أمام شخصية تحاول أن تنتقم من الماضي كما تقول الصحيفة. لا، ليس صحيحا. حقيقة محمد بن سلمان لم يسرق من خلال هذه القصة التي ذكروها. القصة التي ذكروها استفاد منها أخوه فقط. هو محمد بن سلمان يسرق من خلال السرقة المباشرة، يعني لا يحتاج لصفقات. هو عاد إلى أسلوب جده عبد العزيز. عبد العزيز كان يستلم الميزانية، يستلم دخل النفط ودخل غيره، فيضعه عنده ثم يقول هذا لي وهذا لكم، هذا لي وهذا للشعب، فيأخذ 80% من الدخل ويعطي 20% للشعب. محمد بن سلمان عاد إلى نفس الأسلوب القديم، لم يعد بحاجة إلى مناقصات. محمد بن سلمان الآن يأخذ من دخل الدولة مباشرة، سواء من دخل النفط أو من الفائض الموجود على شكل سندات في أمريكا أو من الديون تحسب على الدولة. انخفض الفائض الذي كان في أمريكا، انخفض من 800 مليار إلى 500 مليار دولار، والدين قفز من 40 مليار ريال إلى 400. بالمناسبة الفائض بالدولار 800 مليار إلى 500 مليار دولار، خسرنا 300 مليار. ودخل يعني هل يمكن الذي حصلنا عليه فقد منه بحسب طبقا لاحد الاقتصاديين المشهورين، فقد منه لا يعرف احد ان يذهب حوالي تريليون وواحد بالعشره تريليون ريال. طيب اذهب معك لخبر اخر دكتور سعد الفقيه. مصادر حقوقيه كشفت عن حمله اعتقالات جديده في السعوديه، هذه المره طالت ناشطات سعوديات من التيار الليبرالي اليساري النسوي. كيف تفسر هذه الاعتقالات بالنظر لخلفيه المعتقلين ايضا؟ هذه الاعتقالات تصب في الانطباع انه صحيح أن المستهدف الأول الإسلاميون، صحيح أن الإسلاميون هم الذين يمثلون الغالبية العظمى من المعارضين والناقدين للظلم والطغيان والفساد والسياسات الصهيونية الممالئة للصهاينة والطغاة العرب. صحيح أن هذا حقيقي، لكن محمد بن سلمان لا يحتمل أحدا أبدا من المعارضين، ولا يحتمل أي نوع من أنواع المعارضة. هؤلاء الناشطات الذين لو تعتقلنا لسنا بثقل المعارضين، لا الإسلاميين ولا غير الإسلاميين، يعني مجرد فقط نوع من أنواع الاستقلال الفكري الذين لا يريدون أن يجبروا على أن يكتبوا ويتحدثوا بما يملى عليهم.
بل ان كثير من المعتقلين الان من وزراء سابقين ومن كتاب ومن صحفيين واقتصاديين ليسوا اسلاميين، هم فقط لهم وجهه نظر مستقله وليست ناقده للملك ولا لمحمد بن سلمان ولا لآل سعود، هي ناقده لبعض تصرفات السلطه سواء في الاقتصاد او في الداخليه والامن. نعم، يعني حملات اعتقال كما ذكرت طالت التيارات الدينية في السعودية، طالت الأمراء، الآن هناك كما ذكرنا التيار المدني أو الليبرالي. حقيقة هل يمكن إسقاط كل هذه الأصوات في السعودية؟ هل الأمور تمر بهدوء؟ تمر بهدوء، هذا المستقبل يخبرنا. لا، الذي يعلمه أن مستوى الغضب ومستوى الرفض للواقع عندنا هائل جدا. كان الغضب في شرائح معينه، كان التضايق في شرائح معينه، الان كل شرائح المجتمع غضبانه وتنتظر الشراره. يعني الفقير يزداد فقرا، العاطل يضاف له مزيد من العاطلين، الذي يملك شركه صغيره انهارت، الذي يملك شركه كبيره يستدعى ويحقق معه على امواله وتسلب امواله وتوضع في جيب محمد بن سلمان. الاسلامي يلاحق ويسجن لانه أصبح متطرفا، الذي يطالب بمؤاخاة وحمل هم إخواننا العرب والمسلمين يسجن كذلك لأنه يتكلم بالإسلام السياسي. فإذا كل شرائح المجتمع تقريبا أصبحت خصم للسلطة. كان الناس صحيح يعني ليس عندهم ذلك المحبة للسلطة، لكن كان عندهم هيبة، يعني يشعرون بنوع من الهيبة لهذه السلطة التي جمعت البلد ووحدت البلد. الآن حتى شعور الهيبة غير موجود، هناك خوف أمني فقط، حتى شعور الوحدة غير موجود. هم ينظرون لمحمد بن سلمان أنه فرق ليس فقط البلد، بل فرق حتى العائلة الحاكمة حينما اعتقل عددا كبيرا منهم وزرع الفتنة والشقاق داخل العالم وبذر بذور انفجار خلاف داخل العائلة. نعم، يعني أيضا السؤال المحير دكتور سعد، يعني هل ولي العهد السعودي فعلا هو بحاجة لكل هذه الاعتقالات لضمان وصوله للعرش؟ لا، هو الاعتقالات ليست بالضرورة لضمان وصوله للعرش. هو محمد بن سلمان منذ أن استلم سلك مسلك محمد بن زايد والسيسي، واعتمد على المدرسة المصرية في التعامل، المدرسة المصرية الحديثة، مدرسة أمن الدولة في التعامل مع المعارضين، انه ليس خلافا لما كانت عليه المدرسه السابقه، انك توازن وتراعي الموازين الدينيه والاجتماعيه والقبليه وغيرها. الان محمد بن سلمان لا يوازن ولا يراعي هذه الموازين ابدا، او السبب انه وضع مجموعه من المستشارين المصريين على جهاز امن الدوله واعطاهم صلاحيات. يعني كان الأمير محمد بن نايف وقبله نايف وقبله غيره، لا يمكن أن يعتقل الشخص لأسباب سياسية إلا بموافقة الأمير نفسه. الآن أمن الدولة بقيادة ضباط مصريين تقرر أن فلانا خطرا فتعتقله، ولذلك لم نعد نحن نحتاج إلى الموازين السابقة. مجرد أن يقرر مصري في أمن الدولة له خبرة سابقة في أمن الدولة بمقاييس أمن الدولة المصرية أن فلانا خطرا وعنده مشكلة يعتقل حتى بدون إذن قيادة من آل سعود. وهذا يستلزم بالطبع تغييب السلطة القضائية بشكل كامل؟ لا، السلطة القضائية حاضرة، لكن حاضرة بالعكس، دور بالعكس. السلطة القضائية حاضرة حتى تضفي شرعية على هذه الاعتقالات أو إذا قرر الحاكم. يعني هل تمارس مهامها بعيدا عن التسييس السعودي؟ لا، العكس، العكس، أن تضفي شرعية على الظلم والطغيان، وكل من تقرر السلطة أنه يستحق أن يسجن أو يقتل تقضي بما طالبت به السلطة. البقية من القضاة النظيفين إما طردوا أو همشوا أو أبعدوا عن هذه القضايا، بل إن قضاة هناك قضاة اعتقلوا من ضمن حملة الاعتقالات لأنهم حكموا بأحكام مخففة على ناس طرب منهم أن يحكموا أحكام جائرة، ومنهم من برأ. يعني مثلا الذي برأ الشيخ الطريفي حينما اعتقل هو بذاته اعتقل ونكل به عقوبة له وتأديبا لغيره حتى لا يتصرف مثله. يراد للقضاة أن يدركوا أن هوى الحاكم، هوى محمد بن سلمان، ينبغي أن يقدس وأن يتتبع
القضاة ما يريده الحاكم فيحكم بناء على مطلبه. نعم، يعني إذا أردنا أن نتساءل دكتور سعد عن مستقبل المشهد الداخلي في السعودية، يعني كما ذكرت القبضة الأمنية هي التي تقدم تبدو واضحة سعوديا على كل المعارضين، في المقابل حالة انفتاح غير مسبوقة تقدم، هل يمكن أن تنجح هذه المعادلة، قبضة أمنية من جهة وانفتاح من جهة أخرى؟ بالعكس، الانفتاح هو أضاء، يعني القبضة الأمنية التي هيجت الناس وأغضبتهم لكثرة المعتقلين، يعني أنت تتكلم عن عشرات الآلاف من المعتقلين وعشرات ومليون و400 ألف ممنوعين من السفر، صدق أو لا تصدق، ومجمد حساباتهم، يعني عدد المواطنين الذين جمدت حساباتهم 1,400,000 بحجة مختلفة، بعضها سياسي وبعضها يزعم أنه مدني. نعم. فهذه الحملة الأمنية المزعجة تقريبا لا يوجد مواطن إلا أن يكون هو معتقل أو قريبه معتقل أو صديقه معتقل أو جاره معتقل، يعني أصبح الاعتقال أمرا طبيعيا في البلد، وضج الناس غضبا بسبب هذه المشكلة، وكذلك الغضب بأسباب أخرى كما ذكرت، البطالة والجريمة وبسبب السياسة التي يتبعها محمد بن سلمان. أما الانفتاح فهو كذلك سبب آخر لإغضاب الناس، لأنه هيج المجتمع المحافظ، المجتمع لا يريد هذا النوع من الانفتاح المبالغ فيه الذي يراد فجأة تراكم علينا خلال سنة واحدة، وصل من مرحلة إلى مرحلة، يعني كل من يريد الانفتاح يتدرج فيصل بعد 5 أو 10 سنوات إلى مستوى معين. محمد بن سلمان أراد أن يصل إلى مرحلة متقدمة جدا خلال سنة واحدة، هذا يستفز الناس، يستفزهم في دينهم، يستفزهم في محافظتهم، في غيرتهم، في بنيانهم الاجتماعي المتماسك. فالآن حتى الذين في أنفسهم نفسهم ليسوا محافظين في تصرفاتهم، هم نفسهم متضايقون، لأن يعني ينظرون إلى هذا الانفتاح خطر عليهم وعلى أسرهم وعلى أبنائهم وعلى بناتهم. شكرا جزيلا لك دكتور سعد الفقيه، رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، على هذه المشاركة. إذن أضواء على الأحداث متواصل معكم، ولكن بعد هذا